بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين. أما بعد، فالحلقة ديال اليوم غتكون حلقة سؤال جواب. والسؤال الأول اللي غادي نشير ليه وهو سؤال ديال أم ياسر اللي كتقول لنا: دكتور السلام عليكم، عفاك علاج الصدفية. دكتور السلام عليكم، عفاك علاج الصدفية. فلما كنتكلموا على الصدفية كنتكلموا على مرض من الأمراض التي تعد من الطفائح الجلدية. ولما كنتكلموا على الطفائح الجلدية غالبا كنرجعوا إلى الدور اللي كيلعبوا الجلد في الجسم ديال الإنسان. فالدور اللي كيلعبوا الجلد في الجسم ديال الإنسان دور الكلية الثالثة. فلما كنشوفوا بأن المشاكل ديال الجلد ذات كتظهر على شكل صدفية أو على شكل أي نوع من أنواع ديال الطفائح الجلدية، كنقولوا بأنه الكلاوي ما بقاوش كيقدروا على الكم ديال النفايات اللي كاينه في الذات ديال الانسان. فمثلا دائما كنكررها، مثلا القنوات ديال الكلاوي كتكون الساعه ديالها كتكون ما كتفوش 3 طن في اليوم، وانت كتجيب لها 60 طن في اليوم ديال النفايات. دونك كتقول لك ودي انا ما نقدرش نخرج هذا الكم ديال النفايات عبر القنوات ديالي، وكيولي الجسم يحاول يتخلص بطرق اخرى من المشاكل اللي كاينه او العبء ديال النفايات اللي كاين داخل الجسم. وشنو خصنا يدير؟ كيقلب على باب اخر اللي من خلاله ممكن يخرج النفايات الداخليه اللي كاينه في الجسم. فشنو هو الباب الاخر؟ وهو الجلد. فلهذا لما كيكون عندي مشكل بهذا الشكل هذا، اول حاجه كنفكر فيها الصوم. وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. لماذا؟ باش نفرغ هذاك الكم الهائل والفائض ديال النفايات اللي كاينه في الجسم ديالي. ثم من بعد ذلك ناخذ ما يسمى بالكلوروفيل. الكلوروفيل كيعاون على اساس انه يساعد في ازاله النفايات اللي كاينه في الذات ديال الانسان. وكناخذ كذلك البسيليوم. فالبسيليوم كذلك كيعاون على ازاله النفايات اللي كاينه في الجهاز الهضمي الكلي. وعاد في المحطه الثالثه كنبقى نشرب يوميا العصير ديال المعدنوس، فهو كيساعد على اساس ان الغده الكظريه تعطي اشارات قويه الى الكلى باش انها تزيد في القوه ديالها وتزيد في السعه ديالها وتخرج ليا لو ماكسيموم ديال النفايات اللي كاينه في الجسم ديال الانسان. ثم لما تبدا ليا بهذه العمليه ديال الازاله كنمشي كناخذ نقص من الكم ديال الماكله ديالي، وكنكثر من الاكل ديال الفواكه وشرب ديال العصير ديال الخضروات، ونحبس اللحم المشتقات ديالو، الحليب والمشتقات ديالو، قلنا الخبز المشتقات ديالو، الحليب والمشتقات ديالو، وكذلك اللحم والمشتقات ديالو. كنخلي راسي فقط مع الفواكه والعصير ديال الخضروات. وفي الاماكن اللي عندي فيها الطفائح كنحاول ناخذ انجل اللي مكون من الفازلين، ومثلا الفازلين وزيت الجوجوبا، او لا الفازلين بالساليسيلات، ولا كتسمى الفازلين ساليسيلي. الا كانت المساله قويه بزاف نقدر نمشي حتى 30%، كان شيء ان ما ناخذ 20%، كان ضعيفه ناخذ 5%. وبهذه الطريقه هذه غنكون حاولت انني نخلص الذات ديالي من النفايات الداخليه، وانني عالجت الجلد ديالي بالمراهم اللي كتماشى وطبيعه ديال الجلد ديالي. وبهذه الطريقه هذه غنكون ان شاء الله غادي نتخلص لا من الصدفيه ولا من المشاكل الاخرى الجلديه. لكم مني أفضل تحيات الدكتور محمد أحسين.